الجمهور المختبر جاي يسحب نماذج، راح نفحصها مختبريا، راح يكون فحص قدامكم وتشوفون طريقه الفحص اللي نستلم فيها. ما صار عندنا 14% الان راح اسحب نماذج وافحصها قدامكم اذا طلعت خالصه. هاي مجرشة ثانية. طبعا اسم وختم المجرشة موجود على الكيس. شباب هذا الرز الموزع للمواطنين، لا جبنا غيره ولا هذا. بتوجيه مباشر من السيد وزير التجارة الدكتور علاء جبوري، ومن الآليات المتبعة في إدارة الرقابة التجارية والمالية للتدقيق بعمل مؤسسات وزارة التجارة في كل محافظات العراق. اليوم زرنا محافظة الموصل، بغيت الاطلاع بشكل تفصيلي وميداني على واقع الخدمات المقدمة لأبناء هذه المحافظة والمتعلقة بمفردات البطاقة التموينية، وحقيقة زرنا مخزن مادة الرز المجهزة إلى المواطنين في محافظة الموصل، وهم من الرز الياسمين العراقي. وحقيقة كانت هناك شكاوى من بعض المواطنين على نوعية هذا النوع من الرز، فضلا عن الصبغة التي قد تكون مائلة للصفرة بدل البيضاء، وهذا طبيعة الرز الياسمين العراقي وهو من النوعيات الجيدة. واليوم تم فحصه من قبل أجهزة الفحص المختبري اللي مع فريق العمل الرقابي، وأيضا من خلال الدوائر التجارية الموجودة في المحافظة. أيضا الزيارة ستشمل أيضا الاطلاع بشكل ميداني على آليات المطاحن الأهلية والحكومية وما تقدمه هذه المطاحن من إنتاج للطحين. حقيقة لا نسمح مطلقا بتوزيع مادة الطحين السيال لأبناء المحافظة. هناك شكاوى في عدد من المناطق بوجود حنطة سيالة. اليوم شكلنا فرق رقابية انتشرت في الساحل الأيسر والأيمن، وهذه الفرق ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية، وإذا اقتضى الوضع غلق المطاحن التي تقوم بتوزيع الحنطة السيالة بشكل متعمد، فضلا عن التدقيق بنظافة المطاحن، آليات عملها، التقنيات المستخدمة. وطموحنا في هذه الزيارة أن نقدم خدمة لأبناء محافظتنا العزيزة، وأن نساهم سوية في معالجة حالات الخلل أو حالات الضعف التي تظهر هنا أو هناك، والانطلاق بشكل جيد للفترات المقبلة. حقيقة عام 2020 كان عام سلبي للبطاقة التموينية، والسبب هو عدم وجود التخصيص المالي الذي يعود للأزمة المالية التي مرت بها البلاد. اليوم الموازنة خصصت مبالغ كافية لعام 2021 تكفي للأربع مواد الأساسية، هي السكر وزيت الطعام والرز والطحين، وأيضا خصصت مبالغ جيدة لمستحقات الفلاحين والمزارعين. وبالتالي في حال إقرار الموازنة العامة للدولة فإن موضوع البطاقة التموينية سيكون موضوع مستقر ولا توجد فيه مشكلة. العام الماضي لم يتم إقرار الموازنة، وبالتالي يصرف لوزارة التجارة 1:12، وهذا مبلغ قليل جدا لا يكفي لمادة واحدة ضمن الوجبة لمفردات البطاقة التموينية. ومع ذلك احنا وزعنا 4 وجبات لكل المفردات، 3 مفردات هي السكر والزيت والرز، ووزعنا 10 وجبات من مادة الطحين نتيجة توفر الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين والمزارعين.